القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211 مع عدم مد إعارة هيلي فيورنتينا أو تحويل تلك الإعارة لبيع نهائي فسيعود تيو من جديد لبرشلونة في الفترة القادمة. هذا ومن المنتظر ألا يبقى اللاعب في صفوف البلوجران للموسم الجديد، حيث تتوارد الأخبار حول اهتمام تايجرز المكوسيوكي بالحصول على خدماته ليرحل من جديد عن برشلونة لكن بصورة نهائية. تصنيفات الخبر: تايجرز المكوسيوكي تيو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.